السلام عليكم أعزائي الطلبة، نواصل دائما مع سلسلة شرح دروس برنامج التاريخ والجغرافيا. عدد اليوم نخصصه لشرح درس دور الجزائر وإسهاماتها في حركة التحرر العالمي. الدرس هذا خاص فقط بتسير الاقتصاد والأدب والفلسفة. عندنا أول عنصر فيه اللي هو مجالات العمل للجزائر بعد الاستقلال. ما المقصود بمجالات العمل للجزائر بعد الاستقلال؟ أو قدر السؤال يجي بطريقة أخرى، وضح مبادئ السياسة العامة للجزائر على المستوى الداخلي والخارجي. قلنا باللي خطوط العمل لجزائر ما بعد الاستقلال قد رسمت في مؤتمر طرابلس اللي هضرنا عليه في الحصة الماضية. إذا أولا تمثلت في الانضمام لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 8 أكتوبر 62 ودعم جهودها من أجل تحقيق أهدافها وحيادها وتطبيق قراراتها. الجزائر قد أمضت على الاتفاقيات الدولية مع هيئة الأمم المتحدة، إذا لازمها تلتزم بها. إضافة إلى الانضمام الجزائر إلى حركة عدم الانحياز وحضور قمامها منذ 62 واحتضان مؤتمرها الرابع اللي هو مؤتمر الجزائر اللي عقد بين 5 و9 سبتمبر 73 اللي قلنا يسمى بندونغ الثاني. هذا المؤتمر اللي غادي يجيب لنا الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد وإعادة النظر في التقسيم الدولي للعمل. واش معناه نظام الاقتصادي العالمي الجديد؟ ما نخلطوش بينه وما بين النظام الدولي الجديد وما بين النظام المالي الدولي الجديد وما بين النظام الدولي. هذه كانت مصطلحات رانا شرحناها في الدروس الماضيه. نشرحوا اليوم النظام الاقتصادي العالمي الجديد. اولا هو ليس نظام تحقق على ارض الواقع، انما هو مجرد دعوه تقدمت بها الجزائر في الدوره الطارئه للامم المتحده في افريل 1974 على لسان الرئيس الراحل هواري بومدين. مفاده ماذا؟ اعاده صياغه القواعد المنظمه للعلاقات الاقتصاديه الدوليه على اسس عادله وفق مبادئ تحمي مصالح الدول المتخلفة والمتقدمة على حد سواء. معناه ما تبقاش الدول المتخلفة متخصصة في تصدير المواد الخام والدول المتقدمة متخصصة في تصنيعها. ماشي مثلا سعر القمح اللي تصدرون الدول المتقدمة مرتفع بينما سعر البترول اللي تصدر الدول المتخلفة المتقدمة منخفض. معناه إعادة النظر في هذه الاختلالات. إذن قلنا ثم التقسيم الدولي للعمل. التقسيم الدولي للعمل معناه دعوة إلى أن يتخصص كل بلد في إنتاج مادة له فيها ميزة تفاضلية وبأقل تكلفة من البلدان الأخرى. معناه كل دولة مثلا المغرب عندها الفوسفات تصدر الفوسفات بأقل الأسعار وتستورد أيضا من دولة أخرى عندها مادة فيها مادة تفاضلية بأقل الأسعار. قلنا الدعوة إلى إقامة حوار شمال جنوب من خلال حوار 5+5. الحوار لحد الساعة في 62 تاريخ استقلال الجزائر مازال الحوار شرق غرب بين المعسكرين الشرقي والغربي. كنا في إطار الحرب الباردة وعليها اللي عاود شفنا ندوة الحوار والتعاون الأوروبي في 75 اللي هي ندوة هلسنكي أو مؤتمر هلسنكي. الجزائر سوف تعمل على نقل الحوار من الشرق غرب إلى شمال جنوب، إضافة إلى التعاون جنوب من خلال الاتحاد الإفريقي ومجموعة 77 اللي رانا هضرنا عليها سابقا. بالنسبة للاتحاد الإفريقي سوف تعمل الجزائر على تفعيل التعاون بين دولها في إطار تعاون جنوب معناه بين دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. كذلك محاربة الاستعمار ودعم حركات التحرر والقضايا العادلة. ما زالت الجزائر توقف في صف القضية الفلسطينية إلى اليوم. ثم توثيق الأخوة المغاربية والعربية من خلال الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والمساهمة في تأسيس الاتحاد المغاربي، إضافة إلى دعم الأمن والسلم العالميين والتأكيد على مبدأ الشرعية الدولية. معناه ما كانش ممارسة تتم إلا بقرارات دولية توافق عليها هيئة الأمم المتحدة. نشوفوا الآن الإسهامات نتاع الجزائر في حركة التحرر العالمي واش قدمت لها فعلا على أرض الميدان. نبدأ أولا بالقضية الفلسطينية. بالنسبة للقضية الفلسطينية افتتاح أول مكتب لفلسطين كان في الجزائر في 23 سبتمبر 64. إضافة إلى ذلك قامت الجزائر بتدريب كوادر منظمة التحرير الفلسطيني في شرشال وإرسال شحنة سلاح إلى فتح عبر سوريا وذلك تحضيرا لانطلاقة
الثورة الفلسطينية اللي كانت في 1 جونفي 65، وعقلوا التاريخ هذا 1 جونفي 65 يجي بزاف في البكالوريا، تاريخ تفجير الثورة الفلسطينية، إضافة إلى احتضان العديد من اللقاءات والمؤتمرات الخاصة بها بالقضية الفلسطينية، ودعم القضية من خلال المؤتمر الرابع لحركة عدم الانحياز الذي قرر اعتبار الصهيونية حركة عنصرية، معناه أدان الحركة الصهيونية. كذلك الجزائر سوف تقوم بترتيب زيارة، وهذا إجراء هام، ترتيب زيارة عرفات للأمم المتحدة سنة 1974، والمشاركة أيضا في الحروب العربية الإسرائيلية. الجزائر شاركت في حرب 67 وفي حرب 73، أيضا هي أول دولة تعترف بقيام دولة فلسطين بالجزائر في المؤتمر المنعقد في زيرالدا سنة 1888، ثم إنشاء إذاعة صوت فلسطين هنا في الجزائر. كما مصر دارت الثورة التحريرية إذاعة صوت العرب بالقاهرة كان تعاونها بها، الجزائر دارت إذاعة صوت فلسطين تدعم من هنا من الجزائر من أجل دعم القضية الفلسطينية. ثم رفض التطبيع مع إسرائيل. واش معناها التطبيع؟ جعل العلاقات الجزائرية الإسرائيلية علاقات طبيعية وعادية كيفها كيما العلاقات مع جميع دول العالم الأخرى. الجزائر رفضت سياسة التطبيع ورفضت باش تدير علاقات مع الكيان الصهيوني. هذا بالنسبة للقضية الفلسطينية. نشوف الآن دعم الجزائر لمختلف حركات تحرر في أفريقيا والعالم. الجزائر قامت بدعم حركات تحرر في العالم، ولم يقتصر دعمها على القارة الإفريقية فحسب كما جنوب إفريقيا، موزمبيق، زيمبابوي، غينيا، ناميبيا، وإنما تعداه أيضا إلى أمريكا اللاتينية وآسيا في حقها في تقرير مصيرها. معناها المبدأ الثابت الذي لا تحيد عنه الجزائر وهو دعم حركات التحرر والقضايا العادلة. نهاية الدرس أعزائي الطلبة، هذا آخر درس غادي نشرحوه لأن هذا العام العتبة توقف عنده. من الآن فصاعدا غادي ندخل في معالجة الأسئلة المفخخة بمقالاتها بالتمثيلات البيانية وما إلى ذلك. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.